قبل ما نروح للكابتن علاء ونبارك له، خصوصا الميداليه دي بتاعته والشاحل، والحمد لله الشناوي بعد الماتش شكر الجماهير العريضه، جمهور النادي الاهلي وخصوصا الجمهور اللي كان بيجي في الملعب والجمهور اللي بره الملعب واللي هو كان بيأزر النادي الاهلي ولاعيبته لحد اخر ثانيه من المباراه، وكان عنده ثقه ان حتى لو وصلنا ركلات ترجيح هنجيب المركز الثالث. ايضا شكر اللعيبه وقال ان اللعيبه عملت مجهود جامد جدا وعملت مجهود مشرف جدا، عشان كده ربنا كافئها بالميداليه البرونزيه. وهو قال على ركلات الترجيح ان مستر موسيماني خلاه هو ومدرب حراس المرمى يتفرج على طريقه اداء كل اللعيبه اللي بيشوطوا ضربات جزاء في بالميراس، وعشان كده هو كان مركز في كل كوره.